من المأساة برضو ان الطالب يجي يقول لك يا مستر ما انا بعرفش اذاكر ازاي، ما انا مش عارف انا كده مذاكر ولا مش مذاكر، ما انا مش عارف انا كده مفكر صح ولا مش مفكر صح. وللاسف كتير من الطلبه بيقول ده. وفي الحقيقه يا صديقي لو انت من انصار الناس اللي بتيجي تقول انا ما بعرفش انا مذاكر كويس ولا لا، او انا مش عارف اذاكر انا طريقه مذاكرتي صح ولا لا، او انا اصلا مش عارف اذاكر، افتح ده قوس بقى، انا عندي تراكمات مش عارف اجيبها، انا للاسف ما بعرفش اذاكر اكتر من ماده، الوقت بيروح عليا مش قادر انظم وقتي، كل الحاجات دي. بتلاقي الولاد مثلا هو مراكم دروس، في دروس مراكمة، او ان هو مش قادر ينظم وقته. فالطبيعي ان الولد يعمل ايه؟ اللي بيحصل كالاتي، مش ده المفروض يحصل، بس اللي بيحصل ايه؟ ان الولد لو هو مثلا مراكم دروس فبيقول خلاص انا هروح للمستر اشتكي له، معرفش اقابل المستر الاسبوع ده، خلاص هاجل الاسبوع الجاي، ما انا معرفش اقابل المستر هقابله الاسبوع الجاي، ابقى اقول له هو يحط لي حل. دايما الولد معتقد ان في فارس لابس ابيض فابيض هيجي راكب على حصان ابيض هينقذه من الوحله اللي هو فيها، وياخد بايده ويقول له تعالى، ومعاه الحربه الناحيه الثانيه عليها ورد او فراشات، وياخد بايده ويقول له تعالى، عارف يا ابني انت المطلوب منك ايه؟ انت تذاكر بالطريقه الفلانيه، ويعرفه الطريقه وتكون صح، واهم حاجه تكون طريقه ما بتبذلش مجهود. وفي نفس الوقت ياخد بايده يقول له بص اليوم عندك 24 ساعه هتعمل كذا لكذا 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 لكذا، متخيل ده؟ بس هو تخيل قاسم، لان البيبي يتخيله ده، دي حاجه مش واقعيه. الراجل لابس ابيض فابيض على حصان ابيض ده مش موجود، موجود في خيالك بس. اوعى تفتكر ان في حد هيجي يجري عليك ويقول لك تعالى يا ابني هات ايديك تعالى اما ارسم لك حياتك تبقى ماشيه عامله ازاي. كانوا رسموا لنا حياتنا، ما هو لو حد يرسم لك حياتك طب ما يرسم حياته هو. انت مش فاهم ايه الذكاء اللي انت فيه ده. محدش يا بابا هيجي يقول لك تعمل ايه، لاني انا ما اعرفش انت المفروض تعمل ايه. مش عشان انا ما اعرفش عشان انا مش عارف، انا ما اعرفش يومك انت بدماغك انت بنفسك انت تركيبتها عامله ازاي. فبنقول لك العام مطلوب منك تعمل ايه؟ تجتهد تذاكر تنزل عليك. ازاي؟ بتاعتك انت، دي بتاعتك انت. طب ما انا مستر ما اعرفش. لو عايز تعرف كنت عرفت، مفيش حاجه اسمها ما اعرفش. لو عايز تعرف كنت عرفت، اي حاجه عايز تعرفها بتعرفها. امتى ما بتعرفش؟ انت خلي بالك في فرق ان انت مش عارف وفرق ان انت مش عايز تعمل اللي انت عارفه. يعني ايه اللي يخلي ولد ينزل عاقل بالغ راشد في ثالثه ثانوي ومفروض يعني هو شايف ان ده مستقبلي وكده، ايه اللي يخليه يخش على مثلا على الفيسبوك على اي جروب من الجروبات المبهمه او ان هو مش عارفها، يعني مش عارف مين الناس اللي موجوده هنا اللي هيردوا عليه ويقول لهم يا جماعه انا مراكم دروس، حد عنده طريقه ان انا الم التراكمات بتاعتي؟ طب سؤال بس، سيبنا افكر معاك بطريقه مختلفه. اللي هيرد عليك هيقول لك ايه؟ تعالى نختار اجمد واحد. هيقول لك ايه؟ انت مستني حد يقول لك ايه؟ طيب بجد والله يقول لك ذاكر؟ طب هيقول لك ايه؟ طيب يديك جدول؟ طب انت مش تمشي عليه. حد قبل كده كتب لك جدول وجربت تمشي عليه لمده شهر؟ لا. طب انت مستني ايه؟ ما انا مستغرب برضو. طب انت عايز ايه؟ طيب في الحقيقة يا صديقي انت مش عايز حل، في الحقيقة انت بتهرب من اللي انت عارف ان هو مطلوب منك تعمله. الا وهو ايه؟ انت عارف ان الموضوع محتاج تضحيات، فطول الوقت عمال تلعب معايا لعبة توم وجيري. طب بقول لك ايه؟ طب ما نلاقي طريقة. طب يمكن فلان ده عنده طريقة، طب يمكن ما نروح للمستر ده عنده طريقة، يمكن المستر ده بيشرح كده شرح معين بيخلينا افهم الدرس من غير ما افتح كتاب، طب ما يمكن هنا نجرب هنا طريقة، طب ما نسأل مش عارف الناس اللي ذاكرت السنة اللي فاتت في شهر 2، طب ما نسأل كده الناس القديمة اللي ذاكرت في شهر 5 ولمت المنهج. طب كل ده بيعمل ايه؟ هو كل ده علشان ما يعملش التضحيات اللي مطلوب منه. بس هو عارف كويس جدا ايه اللي مطلوب. هو سؤال بس، هو دلوقتي الولد او الشخص ما لما بيجي يرتكب ذنب معين هو مش عارف ان الذنب ده غلط؟ عارف، كل حاجه صح وكل حاجه غلط معروفه عند الجميع، بس هي الازمه فين؟ ما عندوش التضحيات انه يسيبها، مش قادر يبذلها. فنفس الكلام بعض الطلبه، ايه اللي مطلوب منك؟ لو جبنا واحد دلوقتي منكم قلنا له تعالى ادي درس كده تنموي للناس تحفزها بتوع ثانيه ثانوي، هيقول لهم كلام زي العسل من ناحيه الكلام، هيتكلم وهقول لهم تعملوا ايه وما تعملوش ايه طب هو مش عارف يعمل كده ليه؟ لان اي حد في الحياه بيعرف يتكلم، اي حد تاخد منه نصايح، مش اي حد تاخد منه عمل. عشان كده كل بيتكلم كتير كل ناجح قليل. ليه؟ لان طريق النجاح معروف عند الجميع. على فكره طريق النجاح مش طريق مبهم ولا طريق حد بيكتشفه بيحتاج لثغرات خالص. كل الناس لو سالت اي حد عنده 10 سنين ازاي تبقى ناجح في مجال ما هيقول لك، بدون الدخول في تفاصيل هيقول لك، واللي هيقوله صح. طب الواد ده عارف كلمه السر ازاي بقى؟ الناس بقى مش ناجحه، مش كل الناس ناجحه كده. عشان كلمه السر مش في الكلام، مش في المعلومه، المعلومه عند الجميع. هو انت يا ابني مش عارف انت تخش الجنه؟ لو انا وقفنا اي واحد دلوقتي قلت له ها لو انا عايز اخش الجنه اعمل ايه؟ هيرص لي كل الطاعات ويحرم عليا كل المحرمات، حصل؟ طب ما الدنيا حلوه اهو، امال ليه في الاخر ليه ناس تخش النار؟ عشان المشكله مش في المعلومه، المشكله انت عندك القدره على التضحيات اللي انت تعمل ده وتسيب ده ولا لا؟ فطول الوقت عمالين نعمل ايه؟ ندور على حاجة تبرر لنا يمكن ان شاء الله نلاقي طريقة من غير ما نبذل تضحيات.
فطول الوقت تبقى عامل زي النحله، مش بس بس في ثانويه عامه، ده في ثانويه عامه وفي الجامعه وفي الشغل نفس الفكره. منهم بقى اللي بيدور على اي مبرر ان هو مظلوم او مضطهد او ان الحياه جايه عليه، منهم بقى اللي بيبرر اصل انا تايه ومش عارف عايز حد ياخد بايدي، ومنهم اللي بيبرر لا والله اصل انا ان شاء الله باذن الله اشد، بس انا بس عشان مضغوط فلازم عشان اشد لازم تكون خرجت من فتره الضغطه. اي تبرير بيحطه ليه؟ عشان هو عارف ان هو محطوط في زون عشان يخرج منها لازم يبذل تضحيات، ولو ما بذلش تضحيات هو مش هيوصل اللي هو عايزه. وعلى فكره ده مش في الدنيا بس، ده في الدنيا وفي الدين وفي اي حاجه، في اي حاجه. فيا قلبي يا قلبي يا قلبي، ما تفضلش طول الوقت تتباكى وانت عارف الطريق فين، ما تفضلش طول الوقت تتباكى وما تجيش تقول لي مطلوب مني ايه. ابسط حاجه خالص، ابسط حاجه، انا النهارده لو طالب مش عارف اذاكر ازاي والله اروح لصاحب الشاطر اقول له بقول لك ايه، اقعد ذاكر وانا اتفرج عليك، اتفرج عليك. انا اول يوم اشتغلت فيها في التدريس رحت كنت شايف فين اشطر مدرس، قلت له بعد اذنك احضر لك. ليه؟ عايز اعرف ازاي اقف في الفصل، احضر لك بعد اذنك. الراجل قال لي تعالى يا عم، ايه المشكله؟ بقيت اشوف هو بيتكلم ازاي وبيشرح ازاي وبيعرض المعلومه دي ازاي. خلصته رحت اللي بعده قلت له عايز احضر لك. فكره انا مش عارف، دي فكره ما بتخطرش على بالي، ما بستوعبهاش، ذهني مش قادر يستوعبها الا لو انت مش عايز. زي فكره ان ماما تيجي تقول لحضرتك تاكلي يا بنتي فتقول لها ماشي، تقول لك طب قومي اعملي الاكل، تقول لها خلاص مش جعانه. طب ليه انت مش مره واحده كده مش جعانه؟ عشان انت مش عايزه اصلا. انا مش عايز، عارف انت اللي هو ايه؟ والله لو هتجيبوا النجاح هتنجحوني ماشي، هتدخلوني الكليه ماشي، الله كتر خيركم. لكن فرهضه لا، كده كده في النهايه مستر كل واحد. بس خلاص يبقى دي قناعه، خليك قناعه لحد الاخر، بس خليك قناعه مش لحد الكليه، خليك قناعه اللي في الكليه وبعد الكليه وحياتك الزوجيه وحياتك الاسريه، خليك قناعه لحد الاخر بقى. ما تجيش بقى استغفر الله تلعن الزمن وتلعن بقى وتفضل تقول ده انا اتظلمت وانا جه عليا وانا ما اعرفش الناس كلها وانا اللي حياتي عامله كده. انت قررت في وقت كان محطوط او محطوط ما بين طريقين، قررت تمشي في طريق، ايه الاحسن ليا؟ مش ده ولا ده، الاحسن ليك ان انت ترضى. ترضى هنا وترضى هنا. مش مطلوب منك ان انت تخش كليه معينه على فكره. ولا اللي دخل كليه جاب درجه اعلى من درجه هو كده اعلى قدرا عند ربنا خالص. بس انا مطلوب مني في ايه؟ ليه مطلوب مني احقق اللي انا عايزه؟ عشان في النهايه احقق الرضا. اللي انا عايزه بقى في كليه القمه، اللي انا عايزه في كليه تعبانه، اللي انا عايزه في كليه مفيش حاجه اسمها كليه تعبانه بس من وجهه نظر الناس، ماشي راضي ورضا من جوه ومبسوط والدنيا تمام، بس مش عايزين اكتر من كده، مش عايزين حاجه تاني. مفهوم يا اساتذه؟ مفهوم؟ فبالله عليك بس ما تفضلش تحرق بنزين على الفاضي، ما تفضلش تحرق بنزين على الفاضي.